أول منتج بنبتدي بيه وهو ضمن فرصة الأسبوع السفن دي ديل واللي عليه تخفيض 20% هو خاص بكل سيدة حابة إنها تحصل على إطلالة جميلة جدا وهي إطلالة نجمات السينما من خلال الميك اب الاحترافي اللي احنا بنقدمه من الماركة الأمريكية ام يو دي. بنقدم منها مجموعتين هايلين جدا بيخلوك إن أنت تحصلي على إطلالة جميلة جدا. أول حاجة هي مجموعة الهايلايت والكونتورنج اللي احنا بنقدمها ورقم المنتج 471150 وبنقدمها ضمن فرصة الأسبوع عليها تخفيض 20% وكمان بنقدمها بسعر 291 درهم أو 299 ريال سعودي. كمان برضو بنقدم 8 ألوان مختلفين من كريم الأساس، شايفين أن حجمهم برضو مناسبين جدا لكل السيدات وأيضا لجميع أنواع وألوان البشرة. رقم المنتج 471160 وبنقدمها ضمن فرصة الأسبوع وعليها تخفيض 20% يعني بسعر 299 ريال سعودي أو 291 درهم. كمان بنقدم لك المجموعة كلها متكاملة لو حابة تحصلي عليها الكونتورينج باليت والهايلايتنج بالإضافة كمان للفاونديشن، وبتحصلي معها أيضا على بلاشر أحمر خدود باللون الزهري. ورقم المنتج للمجموعة كلها كاملة 471152 كمان بتحصلي عليها ضمن فرصة الأسبوع وعليها تخفيض 20% بالإضافة أنت بتحصلي عليها بسعر 609 درهم أو 626 ريال سعودي. لكل اللي ما يعرفوش ماركة ام يو دي، هنشوف دلوقتي على الفيديو اللي هيظهر قدامنا على الشاشة. ماركة ام يو دي هي ماركة أمريكية متخصصة في أنها بتقدم كل الميك اب الاحترافي اللي بيستخدموه في العديد من الأكاديميات. زي ما شايفين هنا عندهم صالونات محترفة جدا، وأيضا بيستخدموا الميك اب بتاعهم لرسم الشخصيات، يعملوا الميك اب للشخصيات المختلفة، ميك اب للسيدات على الريد كاربت، النجمات المشاهير، وكمان بيعملوا ايضا ميك اب احترافي لكل المسارح العالميه. وكل الاكاديميات والمدارس بتاعه ام يو دي اللي بيعلموا من خلالها الميك اب موجوده في لوس انجلوس ونيويورك. وشايفين ان في كتير جدا من التفاصيل الحلوه، يعني شايفين هنا برضو على الريد كاربت ان هم بيعملوا كل النجمات الميك اب بتاعهم، وايضا برضو في هنا مدارس لتعليم المكياج، يعني هتحصلي على ماركه فيها ضمان كتير هتستمر معاكي لفتره طويله، بالاضافه ان احنا بنقدمها من ماركه احترافيه ام يو دي اللي بيستخدمها كل نجوم العالم. هنتعرف دلوقتي على تفاصيل اكتر مع ماركه ام يو دي الامريكيه من خلال ضيفتنا اللي موجوده معانا في سيترس على الهواء، خبيره التجميل والعنايه بالبشره منال الحاج. اهلا منال. اهلا فيك. هلا. ايه رايك في مجموعه ام يو دي؟ والله انا كثير مبسوطه اليوم لانه هي واحده من اكثر البرودكت اللي فينا نستعملها بروفيشنال، سهله اننا نقدر نستعملها وبتزبط بالاجمال على كل انواع البشره، يعني كبروفيشنال ميك اب ارتست كثير بتساعدنا وحتى كثير هينه اذا كنا عم نعلم ستودنت فما بيكون صعب عليهم انهم يتعلموا. يعني انا عجبني كمان رايك في مجموعه ام يو دي، وحتى كمان لما انا استخدمتها حبيتها جدا، سلسه وناعمه وكثير هين انها تنحط. مظبوط. هنشوف دلوقتي على دايموند اول خطوه احنا هنبتدي نعملها، هنستخدم الفاونديشن الاول ولا الكونتورينج؟ انا حطيت لها طبقه بسيطه على وجهها بالاول، بس جدا بسيطه، ما في داعي نكتر لانه هي التكستشر طبيعتها هينه، منا كتير صعبة إنها تنحط، وبنفس الوقت بتغطي، يعني كيف عندها شوية أثار على جبينها دغري تغطيت، ما في داعي نسمك كتير. استعملت لها اللون يلي هي بنسبها، وإذا بتشوفي عدة الألوان سو فينا نخلط نحن اللون اللي نحن بدنا إياه ويلي بيزبط على البشرة تبعيتها. أكتر منطقة فينا نحن نجرب فيها هي المنطقة اللي هون حد الدقن، هي أكتر منطقة بتكون قريبة على الجسم وعلى الوجه وبتكون فيها أقل دمج أو أقل بثور أو مشاكل على الوجه، سو فينا ناخد اللون الرئيسي تبع البشره. طيب اول خطوه احنا دلوقتي بعد ما حطيتي طبقه خفيفه من الفاونديشن هنبتدي ان احنا نعمل هايلايت والكونتورنج. طبعا في كتير جدا من السيدات هم ما يعرفوش ازاي يستخدموا المجموعه اللي احنا بنستخدمها للتحديد ومعالم ابراز كمان الوش، فعايزين نشوف دلوقتي بالنسبه للكونتورنج ايه هي الالوان اللي بنختارها والاشكال بتاعه الوش اللي احنا بنعمل على اساسها الكونتورنج. اوكي. وجه دايموند هو وجه مبين المعالم تبع العظم ان كان خدوده او جبينه، فما في داعي كثير نزيد اللون عليه، واذا بدنا نستعمل درجه فاتحه ونحن بالاجمال بنبلش بالدرجات الفاتحه، رح بلش بطبقه جدا رقيقه، تقريبا درجتين افتح من لون وجهها مش اكثر بكثير، والا اللون بيقلب على رمادي، فبدون ما توري بس منال الاول للكاميرا الدرجه اللي احنا بنعملها الاول اللي هي الهايلايتنج،
عايزين نبين للكاميرا ونقول للسيدات ان دي الدرجات بتاعت الهايلايتنج ودرجات الكونتورنج، وكل سيده على حسب لون بشرتها ايه الدرجه اللي بتستخدمها. انا رح استعمل لها هدول اللونين لانه فينا نخلط فيهم، في اخد الدرجه اللي انا بدي اياها. انا شايفه حتى انه اول يعني اول ما بتستخدمي بالبراش عاده السيدات بيحبوا يستخدموا بالسبونج، بيشوفوا ان هي بتكون سلسه اكتر على البشره. لا هيدا التركيب الحلوه تبعه، لكن هنا بمجرد استخدامك بس للبراش على طول بتتفرد على البشره بسهوله. وهنا كمان احنا بنقدم مجموعه احترافيه لتحديد وابراز معالم الوجه من مجموعه ام يو دي الامريكيه. الباليت الاولانيه اللي احنا بنتكلم عنها وهي الهايلايت والكونتورنج، زي ما شايفين منال هنا استخدمت الهايلايتنج في الاول عشان تبرز المعالم اللي حابة انها تظهرها، وبعد كده بنعمل الكونتورنج، وهي دي يعني الطريقة المثالية ان احنا نحصل على ميك اب احترافي. الحلو بالام يو دي فاونديشن هو نفسه فينا نستعمله حول العين، يعني انا شفت هون بالمنطقة الداخلية من عينا في شوية لون غامق، عم زد له شوي من لون الفاونديشن يلي حطيته بس تما يكون هالمنطقة ديب ان، بنحط درجة فاتحة لتظهر لبرا شوي. اذا بتشوف الفرق بالخدود قد ايه بين الخد، انا حسيت انا شايفة دلوقتي ان هي وضحت تماما منطقة الجبهة وحتى كمان منطقة الخدود. ويعني زي ما احنا بنكمل دلوقتي عايزين نبتدي برضو بالخطوة الثانية وهي الكونتورينج، ازاي ان احنا بنبدأ نحدد ونشوف الخدود اللي بتكون ظاهرة، المنخار او الانف اللي هو بيكون متحدد بشكل حلو. عايزين نشوف ازاي الطريقة بتكون مثالية جدا وسهلة وسريعة مع مجموعة ام يو دي. وهون حطينا كمان على الدقن بهيدي المنطقة كمان حطيت لون فاتح، نحن عم نحطه بنخلط. طيب بالنسبه لانت حطيت دلوقتي لون فاتح على الدقن ده علشان خاطر ايه؟ ان هو بيبرز المنطقه دي، يبرز المنطقه لجوا تما يبين الدقن لجوا، بنفس الوقت بيعطي ضعف للوجه طول. وبعد كده هنبتدي دلوقتي بخطوه اللي هي الكونتورنج برضو على الجو لاين، على الفك انت بتفتحيه كمان. ايه كمان بيعطي نحف للوجه. يعني هي دي الطريقة المثالية اللي احنا بنعملها لوش دايموند، وهو اللون او الوش اللي هو الاوفال، الوش الدائري اللي بيخلي يعني مجموعة الكونتورنج والهايلايت اللي احنا بنستخدمها بتخلي الوش بيكون واضح جدا، الملامح بتاعة الوش واضحة ومتحددة. هنبتدي دلوقتي بخطوة الكونتورنج وهنشوف الالوان، وعايزين بس في الاول منال تشرحي لكل سيدة الدرجات، يعني انا مثلا سمراء دايموند لونها اللون الحنطي، فنقدر نختار الدرجات على اي اساس؟ المهم كتير للبشرة السمراء انها ما تروح على الوان، ما تروح على الوان ميلة كتير على رمادي لانه بيصير اللون على الخد او على الوجه رمادي، يفضل تروح على درجات محمرة شوي او اتليست تخلطها بنقطة محمرة مع دايموند لانه منها كتير بشرتها غامقة، ما في داعي. سو الدرجتين اغمق من لون بشرتها، يعني فينا نرسم الخد ونرسم تحت على كعب العظمة. عايز اشوف النتيجه النهائيه جدا، لانه فعلا قد ايه طريقه جميله ان هي بتبين الوش، بعد كده بنحس الوش مختلف تماما بكل بساطه. فينا حتى في صبايا بيحبوا يستعملوا ايديهم هن عم بيعملوا الكونتورينج او سبونج او اي شيء، مثل ما شفتي الطريقه كثير هينه وبسيطه. كمان بنبلش من المنطقه القريبه على راس الدينه وبننزل باراليل قريب على التمب، المهم ما ندق بطرف الشفايف. ده احنا بنعمل تحديد لمنطقه الخدود اللي بتكون بارزه وبتكون واضحه، كمان مع التفتيح اللي عملناه هايلايتنج تحت العين. اوتوماتيكلي صار هيدا فاتح، هون غامق، درجات وسط وهون فاتح. طيب بالنسبه للانف كمان، لو احنا مثلا في سيده عندها عيوب او مشاكل في الانف ان هي عريضه شويه، ازاي نقدر ان احنا ننحفها؟ اوكي، هون يفضل انه نستعمل برش صغير شوي نحن نقدر نحدد فيها درجة اللون. بدنا ننتبه انه ما نطلع كثير على الزاوية اللي حد العين، بدنا نكون ستريت بخط مستقيم من اول الانف لاخره. هلا مع دايموند لانه منخاره منه كثير طويل في انزل للاخر، بس اذا المنخار كثير طويل بدنا ننتبه اذا بنكفي كثير كمان الدرجه الغامقه بيبين كثير طويل، يعني نحن ما بيهمنا كمان نبين كثير طوله، بنحدد بس الاطراف، بدنا ننتبه انه ما نعرض من هون ما ننزل، خلينا نكون محدودين من فوق فنقدر نصغر المنخار، وبعد كده بنحصل على النتيجه النهائيه الجميله. وعلى ما انت تخلصي بقيه وش دايموند ونبتدي نحن نستخدم الفاونديشن، هفكر كل سيده اللي هي حابه انها تحصل على المجموعه الاحترافيه اللي احنا بنقدمها من مجموعه ام يو دي، بنقدم لك فاونديشن باليت وهي بتحتوي على 8 الوان مناسبه لجميع انواع البشره، بالاضافه كمان لكل الالوان المختلفه للبشرات، ورقم المنتج هو 471160، بنقدمها لك ضمن فرصه الاسبوع ال7 دي
جميل وعليها تخفيض 20% بسعر 290 ريال سعودي او 291 درهم، بالاضافه كمان للمجموعه الثانيه وهي الهايلايت والكونتورنج باليت واللي احنا بنستخدمها لتحديد وابراز معالم الوجه، بنقدمها ضمن فرصه الاسبوع عليها التخفيض 20% ورقمها 471150، بنقدمها لك بسعر 291 درهم او 299 ريال سعودي. لو حابه تحصلي على المجموعه كلها متكامله بيجي معاها برضو البلاشر احمر الخدود باللون الزهري ورقم المنتج للمجموعه 471152، بنقدمها بسعر ضمن فرصه الاسبوع تخفيض 20%، يعني بتحصلي عليها بسعر 609 درهم او 626 ريال سعودي. هنشوف دلوقتي هنا احنا وصلنا للنتيجه النهائيه وبنحط بعد كده الفاونديشن. طب عايزين نتكلم على الفاونديشن منال ونقول يعني انه ايه اللي اكتر حاجه حبيتيها في مجموعه ام يو دي وازاي كل ست تقدر تختار الدرجه المناسبه لبشرتها. اول شيء حبيت كثير التكستشر مثل ما عم بتشوفي كثير هين نحط، ما عم شيل كثير، عم شيل شوي وعم بغطي. اثنين كثير هين انه نحطه على الوجه، بلس نحن فينا نخلط اللون اللي بدنا اياه وبيمشي على كل انواع البشره، حتى لو شفناه شوي كريمي بس هو بيست على ساليسيليك او على سيليكون بيست، فكتير بتماشى مع المسامات حتى لو كانت مسامات مفتوحة أو حتى لو كان في خطوط بسيطة من جراء تنشيف بقلب البشرة. إذا بديك نبلش بالوجه الأوفال، نبتدي مع وش دايموند الأول، الوجه البيضاوي. الوجه الأوفال نحن أي ستايل فينا نعمله، المهم نبين المعالم اللي هون الخد، المنخار، طرف الجبين، كعب الدقن، هاي المناطق كلها بتكون غامقة، قدام الدقن من قدام، راس الخد، راس المنخار، على طرف الجبين، هاي المناطق فاتحة، هيك بنكون رسمنا، عملنا دايمنشن، عملنا أبعاد، وهنا كمان والأشكال الباقية. إذا بدنا نبلش بالوجه المربع، إذا بنشوف على الصورة بالإجمال الأطراف يلي بيكون على زاوية الجبين والجو لاين بيكونوا كتير حادين، عشان هيك بنستعمل درجات غامقة شوي للضب وتصغر، الجبين من فوق والدقن بنحط عليهم ألوان فاتحة لنطول الوجه. والوجه المستطيل، الوجه المستطيل كمان نفس الشيء، بس لأنه طويل ما في داعي نزيد الألوان البيضة، بس منركز أكثر على الدرجات الغامقة شوي. الدايموند نحن بنكون عم ننعم كل الأطراف اللي بتكون كتير قاسية أو غامقة، عشان هيك بنحط درجة غامقة شوي. الوجه اللي بشكل قلب بالإجمال بيكون الجبين كتير عريض، على الأطراف بدنا نحط درجة غامقة، من قدام لأنه بيكون صغير عند الدقن بدنا نحط درجة فاتحة شوي، وعلى كعب الخد بدنا نبينه. الوجه المدور هو من أكثر الوجوه اللي حلوة كتير وبتتغير طرف الوجه، يعني عن المناطق القريبة على الدين، القريبة على الشعر لحد الجو لاين، هيدا الدرجة بدها تكون غامقة شوي. حتى الخد إذا هون ما مبين على الصورة بده يكون الكونتورينج ستريت، خط ستريت من رأس الدينة لا طرف التم، ورأس الجبين والدقن بده يكون ألوان فاتحة. يعني شفنا قد إيه تفاصيل حلوة جدا كل سيدة تقدر إن هي تستمتع بيها وتقدر إنها تعمل أشكال كتير مختلفة لوجوه مختلفة. أنا بشكرك منال على وجودك معنا، وكمان يعني لكل سيدة حابة أنها تحصل على المجموعة بفكركم مرة تانية نحن بنقدم الفاونديشن بالات ورقم المنتج هو 471160، بنقدمها ضمن فرصة الأسبوع تخفيض 20% بسعر 299 ريال سعودي أو 291 درهم، أو كمان الكونتورينج والهايلايتنج بنقدمها بسعر 299 ريال سعودي أو 291 درهم، وده ضمن فرصة الأسبوع. بالإضافة كمان هنا رقم المنتج 471150 للهايلايتنج والكونتورينج. أما لو حابين تحصلوا على المجموعة كلها متكاملة رقم المنتج 471152، وكمان ضمن فرصة الأسبوع بنقدمها بسعر 609 درهم أو 626 ريال سعودي، وجت فرصتك دلوقتي إن أنت تحصلي على أحلى إطلالة مع مجموعة ميك أب إم يو دي، وكل هتعمليه دلوقتي حالا إنك تاخدي التليفون تتصلي وتحصلي على إم يو دي ميك أب. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.